مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرى. السلام عليكم، ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال يا رب. زي ما انتم شايفين كده، النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده جوله سريعه في قلب الشقه بتاعتي بالاجواء الرمضانيه. عملت لكم امبارح الفيديو بتاع جوله في قلب المطبخ بتاعي برضو بالاجواء الرمضانيه، وان شاء الله هسيب لكم حته منه في قلب الفيديو دوت عشان اللي ما شافهوش يروح يشوفه. وعايزه اقول لكم بس كل سنه وانتم طيبين يا رب، يعود علينا الايام بالف خير يا رب، اللهم امين. انا وانتوا قولوا امين يا رب. حابه اقولك بس قبل ما نبتدي الفيديو، ما تنسيش تحطي لايك للفيديو والاشتراك في القناه، ويا ريت تشيري الفيديو لكل اصحابك وكل حبايبك عشان الكل يستفاد منه، ولو في اي فكره عندي بسيطه الكل يستفاد منها. وطبعا عايزه اقول لكم ان انا مستنيه كومنتاتكم اللي بتشجعني وبتفرحني، وبجد بشكركم من كل قلبي لانكم انتوا بتفرحوني بكلامكم الجميل دوت. وعايزه اقول لكم بجد ان كنتوا اخواتي وانا كتير بحبكم. هنا كده زي ما انتوا شايفين، انا كده دلوقتي بعمل لكم جوله في الشقه بتاعتي اهو. هنا كده انا واقفه في السفره بتاعتي، فهوريكم انا عملت فيها ايه، وهوريكم الاشكال اللي انا عملتها ايه. هنا كده اول حاجه دي السفره بتاعتي زي ما انتم شايفين الترابيزه، هجيلكم بس من الناحيه الثانيه علشان تبقى باينه. زي ما انتم شايفين انا عملت عليها مفرش كده اللي هو الخياميه كده، على طبعا اشكال رمضان واشكالها المبهجه زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا جدا. ده كان متر ونص، وكان المتر ونص كان عامل 30 جنيه، وكنت وريتهولكوا في المشتريات. هنا كمان ده فانوس برضو بتاع بوجي وطمطم، وعليه كل الاشكال الرمضانية زي ما انتوا شايفين كده. وده كنت عملته قبل كده، بس بصراحة ما نزلتلكوش انا كنت عاملاه ازاي، بس انا كنت عاملاه بالكرتون. كده انا حط على السفرة زي ما انتوا شايفين كده المفرش ده كده خلاص. هنا بقى كمان على السفرة على الكراسي بتاعتها حط عليها، هجيلكوا برضو من مكان كويس علشان يبان، حط عليها كده زي ما انتوا شايفين اهوت اللي هي الفرع اللي هو بيتعلق في السقف دوت، بس انا قطعته وحطيته زي ما انتوا شايفين على الكراسي بتاعت السفرة كده، تعمل برضو شكل رمضاني حلو ومكتوب عليه رمضان زي ما انتوا شايفين. هنا بقى الناحية التانية على البوفيه كده زي ما انتم شايفين، حط طبعا برضو المفارش اللي هي الخيامية كده زي ما انتم شايفين، واكيد يعني شكلها بيتكلم عن نفسها. عاملها كده بالشكل ده اهوت، وحط عليها النجمة دي كده اهي بتنور برضو، وعاملة عليها عربية الفول. وعربية الفول دي انا كنت نزلت لكم الطريقة بتاعتها على القناة، هتلاقوها موجودة طريقة عربية الفول بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، حطيتها هنا كده. هنا بقى كمان على الرف ده حطيت عليه مفارش خيامية برضو، وبصراحة كان عليه هنا برضو فانوس صغير بس ابني اخده يلعب بيه، مش اشكال يعني. هنا كده زي ما انتم شايفين حطيت كده الفانوس الصغير ده كده برضو، كنت عاملاه على ايديا بكل سهولة برضو، كنت عاملاه من الكرتون وحطيت عليه فوم زي ما انتم شايفين. ده كده شكل الصالة. البوفيه برضو من فوق حطيت عليه حبل نور كده يعمل جو كويس للصالة ويخليها شكلها حلو. هنا بقى الناحية التانية من على النيش حطيت عليه فرع كده زي ما انتوا شايفين برضو بوجي وطمطم وبكر ورشيدة وفانوس، برضو يعمل شكل رمضاني حلو. هنا بقى زي ما انتوا شايفين الارج بتاعي او الليفنج، عملت عليه كده ستارتين بالاشكال الرمضانية دي برضو، مخلياه منظره حلو قوي وشكله شيك. عايزة اقول لكم كمان ان الستارة دي يعني مش كبيرة قوي، انا جبت هنا متر ونص وقسمت المتر ونص على الناحيتين وحطيتهم زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده. وطبعا حطيت حبل النور دوت اهو زي ما انتوا شايفين من فوق دوت على شكل مسجد، وبرضو كنت جايباه معاكم في المشتريات. هنا بقى
على الرخام زي ما انتم شايفين، حطيت البوستر بتاع بكار، وكمان مفرش خيامية صغير كده. الناحية التانية حاطة برضو واحد زيه. هنا بقى في السقف من فوق كده حاطة اللي هي الفرع اللي هو الشراشيب ده زي ما انتم شايفين، حطيت، هما كانوا عندي 2، حطيت واحد هنا وحطيت واحد في اوضه المعيشه، ودلوقتي هتشوفوه معايا ان شاء الله. عندي هنا بقى على الارفف بتاع الحيطه حطيت عليها ابله فاهيته، وحطيت عليها شويه فوانيس وكده زي ما انتم شايفين اهو، في منظر جمالي زي ما انتم شايفين كده. وحوض السمك برضو حاولت ان انا احط عليه ايا يكن اي حاجة علشان خاطر برضو ازين شكله يبقى شكله حلو. هنا كمان المفرش اهو زي ما انتو شايفين، حطيت على الترابيزة دي المفرش الخيامية برضو، حطيت عليها فانوس، وحطيت تكوى هنا بالمفرش الخيامية، وهنا كمان اهو، وهنا حطيت على الكرسيين الصغيرين تكوتين عليهم اشكال برضو، بوجي وطمطم والاشكال الرمضانية الجميلة دي. كده يبقى انا وريتكم الارج والصاله زي ما انتم شايفين. هنا بقى زي ما انتم شايفين دي اوضه المعيشه اهو اللي انا قاعده فيها، وزي ما انتم شايفين خليتها برضو بسيطه جدا جدا. حطيت عليها كده زي ما انتم شايفين اللي هو القماش الخياميه كده اهو، حطيت 4 تكاوي بالشكل ده كده، وهنا كان في حته قماش فاضله عندي بتاعت بوجي، قفلتها على ايدي كده بخيط ومليتها حبه قماش، وحطيتها زي ما انتم شايفين. ودي برضو نفس الوضع. هنا بقى دي برضو تكوى عليها بوجي وطمطم، دي ستان برضو حطيتها بالشكل ده كده، وفوق هنا كده عملت الفرع الفوانيس دوت، وكمان بوستر مكتوب عليه رمضان كريم زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى ترابيزة برضو عليها علبة المناديل، وتحت منها العلبة بتاعت هنا بقى كده زي ما انتم شايفين المكتبة بتاعت التلفزيون، زي ما انتم شايفين حط عليها الحاجات برضو الرمضانية الجميلة دي كده اهوت. طبعا حط على الارفف كده بتاعتها فرع برضو نور، وحطيت عليها لزقت عليها الستيكر دوت برضو اللي هو بوجي وطمطم وعم شكشك وكده، وحطيت طبعا المصاحف زي ما انتم شايفين، المصحف مصحف هنا مصحف هنا عشان يبقى قريب من ايدينا. وكمان حطيت الفوانيس دي كده زي ما انتم شايفين، وحطيت العروسة بتاعت الكنافة برضو، العروسة بتاعت الكنافة دي انا كنت عاملاها على القناة، وان شاء الله برضو دوروا فيها في الفيديوهات، وهحاول اسيب لكم الفيديوهات دي في صندوق الوصف. هنا بقى زي ما انتم شايفين حاطة من فوق كده بوجي اهو برضو لازقاه بالشكل ده كده اهو. تحت هنا بقى على المكتبة حاطه برضو المفارش الخيامية، وحاطه كده التكوى اللي هي بالرجلين كده بوجي، والناحية التانية برضو حاطه طمطم برضو برجلين، وحاطه لها مفارش الخيامية. ومن تحت كده هنا برضو حاطه الفانوس دوت، الفانوس دوت بينور، بس بصراحة انا مش موصله الفيشة بتاعته لان الفيشة بتاعته صغيرة جدا، فما فيش عندي وصلة اركبها فيه. زي ما انتم شايفين كده اهو. هنا بقى الناحية التانية كده حاطه كده الترابيزة صغيرة، وبرده حاطه لها زي ما انتم شايفين ملبساها القماش بتاع الخيامية، وحاطه هنا عربية القطايف برده، وعملت معاكم عربية القطايف ديت على القناة برده ان شاء الله، هحاول اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف او اول في تعليق مثبت تحت. وحاطه من حوالين منها فروع النور دي كده نجمة وهلال علشان تعمل شكل برده كويس. هنا بقى من فوق من عند اوضه الاطفال، والوقت هوريها لكم برده، حاطه كده زي ما انتم شايفين برده بوجي وطمطم فوانيس، وحاطه الفانوس اللي بايده بيطفي كده. حاطه بقى في السقف برده زي ما انتم شايفين كده من هنا برده نفس الشريط اللي محطوط بره في الصاله اهو بالشكل ده كده. ودي بقى كده زي ما انتم شايفين اوضه الاطفال اهيت. انا كده كنت طافيه النور عشان اوريكم الفرع اللي انا حطاه من فوق السرير كده اهو، مدي منظر جمالي حلو قوي، وبجد عايزه اقول لكم ان الولاد فرحوا بيه قوي قوي قوي، وفرحوا ان انا زينت لهم الاوضه بتاعتهم يعني علشان برضو نفرحهم شويه. هنا انا كنت حاطه على الحيطه نجمه زي ما انتم شايفين، وحطيت هلال، وفي النص حطيت بكار، وحطيت حوالين منهم فرع النور. هنا بقى ما بين السريرين جبت القماش اللي هو الخيامية، وقطعت كده دوت
مش فاكرة اسمه ايه، نسيت اسمه، قطعته كده زي ما انتوا شايفين، كرومبو، شفتوا لما قربت الكاميرا افتكرت. قطعت كده كرومبو وحطيته كده في الحيطة ولزقته بمسدس الشمع، حاجات بسيطة، ولزقته زي ما انتوا شايفين. هنا برضو حطيت على الحيطة من الناحية التانية اللي هو بياع الكنافة برضو عشان يديهم بهجة ليهم، وحطيتهم في النص كده كلمة رمضان كريم. وكمان الاشكال، مش عارفه ده نسيت اسمه برضو، انا عندي الزهايمر شغال على طول 24 ساعه، معلش اعذروني بقى. وحطيت لهم كده زي ما انتم شايفين، يعني حاولت ان انا اعمل لهم جو في اوضه الاطفال وفي نفس الوقت ما يزهقوش وما يملوش. يعني هنا بقى كمان حطيت لهم على الكوموجينو اللي ما بين السريرين، حطيت لهم برضو مفرش خيامية، وحطيت لهم تكاوي معمول عليها بوجي وطمطم وشهرزاد، وحطيت لهم عمو كرومبو كده زي ما انتم شايفين بالمدفع والفانوس برضو علشان خاطر دي الفوانيس بتاعتهم على فكرة. وكمان اللي في النص ده فانوس، الميكي ده فانوس بيقول وحوي يا وحوي، فحبيت كده ان انا ايه افرحهم برضو واعمل لهم حاجة في الأوضة بتاعتهم. هنا برضو كمان حطيت على السبت بتاع اللعب بتاعتهم مفرش، وهنا على التسريح حطيت برضو مفارش خيامية كده، وحطيت لهم فانوس، وحطيت لهم تكوى برضو، وحطيت لهم شوية اللعب بقى بتاعتهم وكده علشان هم كمان يفرحوا ويحسوا ان في تجديد في قلب الأوضة بتاعتهم، ويحسوا ان الأوضة بتاعتهم فيها جو رمضاني. هنا كمان حطيت لهم على المراية عم شكشك، على المراية بتاعت التسريح عشان برضو تعمل لهم شكل حلو وفي نفس الوقت ما يزهقوش. ده كده يا حبايبي منظر الاوضه بتاعتهم، عايزه اقول لكم بجد شكلها حلو قوي 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 يعني، وهم مبسوطين وفرحانين بيها كتير كتير والله. اهو كده كنت بطفي لكم النور عشان اوريها لكم اكتر. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اهوت، يا رب تكون الجولة بتاعتي عجبتكم وتكون الشقة عجبتكم بالاجواء الرمضانية، انتوا طلبتوها مني لما اخلص اعمل لكم جولة في الشقة بتاعتي. انا عملت لكم جولة في الشقة بتاعتي اهو، ما تنسونيش بقى باللايكات الكتير، بالله عليكم حطوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، وشاروا الفيديو لاصحابك وحبايبك كلهم. بس كده يا حبايبي اشوفكم الفيديو الجاي، وكل سنة وانتوا طيبين ومع السلامة.